اخوان السلام عليكم مره اخرى عاوتاني فيديو واحد اخر ديال شوبا. المهم الدراري راكم عارفين التسجيل كيفاش، كيف العاده ايميل مود باس والكود ديال الريفيلر. هنا حنا عندنا غادي ندخلوا غادي نسجلوا النيشان. موقع الدراري هادو ملي كيعطيوك لانفيست الخوت اللي كتربح من موراهم شي لعيبه وداكشي اللي كتانفيستي نتايا. المهم الاخوه الموقع فاش كتدخل كيعطيك 8 ديال اليو اس دي تي، كديبوزي فيه $2 اللي هي $10. اون فوا كديبوزي $2 كيتشري لك الاخوان الفي اي بي اللي هو في اي بي 0. ملي كتدخل في الديبار كيعطيوك 8 كيكون عندك واحد في اي بي اللي هو 0 ما فيهش لي تاسك، وهذا ملي كتدفع $2 كيعطيوك تاسك واحد اللي هو ديال $0.5. المهم الاخوه القضيه ديال ديبوز والويدرا والى اخره، وهذه ماشي نصيحه استثماريه. كنتلقاو شي وحدين في التعليقات يقول لك لا وا نتوما تشرحوا لنا السيتات، انا ما كنقولكش اخويا دخل لهذا السيت، فهمتي؟ انا تنشرح السيت، بغيتي تدخل دخل، ما بغيتيش تدخل ما تدخلش. انا تنشرح لك السيت ماشي تنقول لك خويا بزز عليك اجي دخل للسيت. اوكي المهم الشباب هنا الروشارج كتكوبي الوريد ديال الموقع اللي هي هادي، كتجي لهنايا الشباب كتجي لهنا الاخوان كدير اليو اس دي تي كتحط الاخوان الوريد ديالها كيف ما العاده دائما، كدير هكا كتحط $2 كتصيفطها. اوكي من بعد كدير سوبميت. ملي كدير سوبميت ديال الخوت كتلقى عندك $10 تشارك الفي اي بي اللي هو هذا. خلاص ملي كتشري الفي اي بي غادي نجيو الاخوان نبركوا على هذا، غندوزوا لي تاسك اللي عندنا اللي هي تاسك الاولى كيعطيونا غير وحده في النار. اوكي احنا دوزناها عندنا هنا توب فيو. اوكي اسمحوا لنا واحد دقيقه. هنا غادي نجيو الاخوان كيف ما قلنا لكم هنا الروشارج هنا الويدراو، غادي نمشيو غادي نديرو المحفظه ديالنا ديال هذا في, 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 في السيت اللي هي هادي باش نويدراويو هاد البركه هادي. هيا غادي نجيو الاخوان غادي نحطو الوريد ديالنا هنايا غادي نديرو هذا تسيفا. اوكي غادي نرجع الدراري اللور غادي نمشيو لهنايا نديرو 0.5 غادي نديرو لها ويدراو. شوفوا هاد اللعيبه الشباب نشوف شنو قالوا لنا هنايا. الحد للسحب هو 0. داكشي اللي درت وقت الاسهام وقت السحب من الاثنين الى الجمعه. شنو اليوم؟ اليوم السبت. اذا الاخوان دايرين واحد النهار ديال الويد دراو ما عليناش. اوكي حنايا دابا داكشي حنا عرفناه، كناش عارفين هاد القضيه هادي. المهم هنايا كاين التيم ديالك اللي كتصيفط لاي واحد تيدخل من الريفيلر ديالك، تيتحسبوا لك هنايا الفريق الاول الفريق الثاني الفريق الثالث. هنا كتكوبي هذا. خلاص عندنا تيليجرام اللي هو هنايا كيقول لك الحساب فوقاش دخلتي وكذا والى اخره. حنا ما عندنا ما نديرو بداك الحساب هذاك، ما عندنا ما نديرو به. هنايا تعبئه الرصيد، هنايا عندنا تحميل التطبيق، وهنايا الامور ديالهم ديال في اي بي 1 في اي بي 2 شنو كتدخل شنو خاصك دير. المهم شنو عندنا واحد اخر الشباب ما شرحناش هنايا المهام. هنا في اي بي كاين في اي بي الاول في اي بي الثاني، راكم عارفين الدراري ويا غادا كل ما في اي بي يطراو مبينين الاخوان كل واحد فيه 10 ديال لي تاسك 13 كل ما طلعتي وكيزيدوك لي تاسك. هنا الفريق اللي قلنا قبيلات شنو بقى لينا هنايا سجل هنا الشاحن اللي هو $2 وهنا باقي ما عندنا لا $2 لا سحب لا تلعب. المهم الشباب ما عندناش شي حاجه اخرى غادي نشرحوها. استثمار الرصيد كنظن الى داير واحد اللعيبه اللي اعاده الشحن من الرصيد اللي تيكون عندك بغيتي انك تعاود انفيستي في الموقع. هادشي اللي كاين الدراري في هذا الفيديو هذا، نتمنى الشرح يكون واضح. هنا تخلص تيليجرام وانا بغيت نتواصل مع السيبور ديالو. الفيديوهات الدراري راهم واضحين باينين، مواقع راه كيف ما الولا كيف ما التوالى دابا حاليا.
المهم الشباب نهاركم مبروك، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.